بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. خلال يومه الخميس 23 من شهر نوفمبر 2023، ولذلك نتواجد بمقاطعة باب المدينة لمدينة باب، العاصمة العلمية والروحية والثقافية للمملكة المغربية. فبهذه المناسبة السعيدة فهي مناسبة التبرع بالدم. نعم، التبرع بالدم. المرجو الإصغاء والمتابعة. سأتلو على مسامعكم فوائد التبرع بالدم. الحضور الكريم، الراغبين في الصحة والعافية لجميع الناس، إن فعل التبرع بالدم يستغرق من 15 إلى 20 دقيقة فقط، ويكون السبب بإذن الله في شفاء، أقول يكون في شفاء الجرحى والمرضى، وهو أساس حياة أطول للمستفيدين بإذن الخالق الله تعالى. أيها الكرام، إن المتبرع بالدم يحصل على 10 فوائد بإذن الله تعالى لصحته، وهي هذه الفوائد: هي أولا الحصول على بطاقة متبرع بالدم للإدلاء بها عند الحاجة. ثانيا التعرف على فصيلة دمه، أي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا أو ولا أ ولا صديق. ثالثا مجانية بعض التحاليل المتعلقة بالأمراض الخطيرة والعياذ بالله، مثل السيدا والتهاب الكبد والنوار والسبيلين. رابعا، هذا التبرع بالدم يساعد على تجديد كرية الدم عبر تنشيط عظم النخاع العظمي المسؤول عن إنتاج الخلايا الدموية. خامسا، تسهيل سيولة الدم. بس يقدر تخطر الدم، بس عم تخطر ولين تدخل الدم تولي واحد تسهيل سيولة الدم. ثالثا، رفع عوامل التخطر في الدم. تابعا، الوقاية من أمراض القلب. نعم، التبرع بالدم يساعد على الوقاية من أمراض القلب. ثامنا، علاج بعض حالات النزف كأضعف التي تيرحوا بزاف ولا هذه ولا هذه، ملي تيكونوا تيديروا الدم ما تاوش يبقاو يلعبوا، هما غاديين والاخر ديالهم تيشيلوا وتيكون كاع تيولي الدم تيشيل. تاسعا، وهو علاج بعض الحالات الشقيقة، تيقول أي راسي تيحرقني وخلص ضربتي الدم كذا، ملي تيجول الدم ذاك ربي تيرفع وما تيبقاش ذاك المرض ديال الشقيقة عنده. عاشرا وختامه به، نسأل الله تعالى أن يكون هذا التبرع بالدم لصالح الناس، مصحوبا بالأجر، مصحوبا بالأجر وحيث الثواب من الله تعالى سبحانه وتعالى. آمين، والحمد لله رب العالمين. باغي نتفاهم من المدينة نكمل ولا بارك الله عليك؟ زينتي كانت معلومات أخرى جدا. إياك واخا، بارك الله فيك. أحبائي في الله، من باب الاحتياج بالدم كمثال، باس العاصمة العلمية والثقافية والروحية للمملكة المغربية، من طنجة إلى القويرة في الصحراء المغربية، في ظل العرش العلوي المجيد، تحتاج يوميا إلى حوالي 130 متبرع بالدم. حوالي 130 متبرع بالدم. ولهذا السبب نناشد من هنا بمقاطعة باس المدينة، باس المدينة، نناشد جميع المغاربة للتبرع بالدم بانتظام
ولذا بين مرتين او ثلاث في السنه لحل المشكل المتعلق بالخصاص في مخزون الدم، لانه لا يمكن تخزين الدم اكثر من 5 ايام. واخا هذا الدم تتخزن هنايا في المكان هنايا 5 ايام اكثر من 5 ايام، رغم وسائل سلامته وضماته 100%. وتدخل من الصب المركز التحكم في الدم هنا على الناس اللي تدخل السي فرانس غير عبد الرحيم، كما استخدم بهالمناسبه السعيده الشيخ محمد حجاجي على ما يقوم به من ثلاث سكر. وتدخلوا تلوى الرئيسه ديال الجمعيه المقرة الدولية للصحة والتضامن. المحترمة التي هي قايمة بالدور، وكما أتقدم بالشكر أيضا لجميع الطاقم ديال هذا يوميا وفي المكان باب التطور بدون اجر، ولا هذه التمرات الدم ولا الحمله الطبيه تيتوكلوا الله وتيجوا عند تي حجاجي تيتبوا، وديما تذكروا تي محمد الحجاجي على ما يقوم به من اعمال جيده لصالح المواطنين في المملكه الجمهوريه الشريفه.